العائله كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ومهنيين. اليوم واحد النهار اللي هو خاص، ما فيهش الكوزينه، ما فيهش الطياب، ما فيهش الروتين، فيه احتفال بعيد ميلادي. حلفت ما نحطش يديا في الماء بارد. المهم كلشي وجيبوه لي ووجدوه لي، غنحاول نشارك معكم غير داكشي مختصر. ما قدرتش معكم كلشي حيت ماشي ما درتش شي حاجه في الدار، كلشي خديته من برا. عندي خوتي هما اللي محتفلين بيا. المهم هذا الموضوع خصنا نهضروا فيه شحال، شي نهار غنهضر معكم فيه ونتكلم معكم ونشاركوا معكم. بحكم انا راجلي ما كايناش معايا في الدار وهو اللي مولفتي يحتفل بعيد ميلاد ديالي، ولكن خوتي اليوم قاموا بالواجب، كاينين معايا هنا والوالده والوالد، قالوا لي ضروري نحتفلوا بعيد ميلاد ديالك ونفرحوا بك. غير هكا نحتاجوا واحد نهير اللي حنا نشوفوا فيه راسنا ونبدلوا داك الروتين اللي تنعيشوا كل نهار، الفياق بكري والنعاس متاخر ومع الوليدات الله يخليهم لينا، تنقولوا خلينا نفرحوا براسنا شويه. وانا عاجبني الحال بزاف بزاف. المهم غندوزوا باش نشارك معكم الطويبله واجل الحلوه اللي خديت، داكشي على قد الحال، ولكن الاهم هو الامبيونس وواحد الاحتفال اللي هو زويون، هذا هو الاهم. اما ما تهمش حلوه كبيره، المهم تشوفوها صغيره بزاف ولكن عجباتني. يلا بينا باش نشوفوا عيد ميلاد ديالي ونشاركوا معكم.